احنا تعودنا على هذه الطريقه ومن جهات معينه يعني وباساليب معينه لا قيمه لها. و احب اقول لك انه ولا فنان حضر للمملكه العربيه السعوديه الا حصل كل ترحيب واحترام لفنه ولافضل طريقه تعامل وديل مادي ومعنوي واعلامي وبرستيجي وتاريخي يليق فيه. وخلني اكون معك اصرح ونتكلم بوضوح. ايوه انا بالنسبه لي انا ما اشوف ابدا ان الفنان محمد الحلو غلط. يا سلام. نتكلم على ناحيه موضوع الفنان محمد الحلو في اغنيه مشهوره لا هي قران ولا من كتاب مقدس بيعيد ويردد في كوبليه 6-7 مرات بجملة يا عمارة يا اسكندرية. جاء واحدة من الترديدات وقال عمارة يا سعودية. واحد السعودية هذه ايش؟ عدو مثلا؟ عشان حد يزعل؟ بس السعودية لحظة السعودية مش دولة شقيقة؟ طبعا تمام؟ هل فيها أي استنقاص؟ يعني المفروض انه مثلا يطلع يغلط على الجمهور السعودي؟ هل هي حادة مستغربة؟ لا غير مو شيء مستغرب. أكبر الفنانين في كل العهود في كل الدول غنوا لدول أخرى وقاموا سواء فنانين سعوديين غنوا لمصر في احتفالات معينة أكتوبر وغيرها وفنانين مصريين غنوا للمملكة ابتداء من عبد الوهاب وأم كلثوم عبد الحليم وكل الفنانين إلى وقتك الحاضر. فمو شيء مستغرب في الخليج تشوف الجسمي تشوف الرويشت كلهم غنوا. الحساسية هذه مصطنعة والحساسية هذه إذا لقت جهات تغذيها هنا المشكلة وإذا لقت جهات لا تردعها هنا المشكلة. إحنا من جهتنا دائما نحاول نضبط الأمور من جهتنا نعرف أن في بعض الجهات وبعض الجرائد الصفراء في خلال بث الحفلة في وقتها قبل أن ينتهي يروح يحط لك العنوان والمنشيت ويجهز الضحية عشان تتسلخ على قولتهم في المنشن وفي السوشيال ميديا. أنا رسالتي للفنانين إنهم لا يتأثرون بالعكس. مثلا الفنانة أصالة شكرت المملكة العربية السعودية، وش المستغرب فيه؟ المملكة العربية السعودية متبنية أصالة منذ بدايتها وأصالة أجمل الأعمال وأحسن الصفقات اللي سوتها في تاريخها الفني تمت مع كيانات إعلامية سعودية روتانا MBC المجموعة السعودية للأبحاث. فإيش